قال الأمين المساعد للجنة العلاقات الدولية لحزب الجيل الديمقراطي إبراهيم البكر إن جلسة الحوار الوطني شهدت مناقشة عدة مشكلات تواجه قطاع الصناعة ومقترحات الحل. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أوضح أن مقترحات الحل شملت الإفراج الجمركي والاستيراد والتصدير. اتكلمنا على طرح مشكلات كبيرة جدا بتواجه الصناعة المصرية والاستثمار المصري، وقدمنا كمان مقترحات لحل هذه المشكلات، ونأمل إن شاء الله بإذن الله كما وعدنا سيادة رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب باعتماد والتصديق على كافة الحلول والمقترحات اللي طالعة من الحوار الوطني. عايز أقول لك اتكلمنا على مقترحات كتيرة جدا، من ضمن هذه المقترحات حاجات خاصة بالإعفاء الجمركي، حاجات خاصة بالسياسات نفسها بتاعة الاستيراد والتصدير، الدعم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مش بس كده كمان على وضع معايير يمكن قياسها عن مدى فاعلية التمثيل التجاري في السفارات، ايه هي الإنجازات وإيه هي الصناعات والاستثمارات اللي نقدر من خلالها ندخلها السوق المصري، وإيه كمان الأسواق المختلفة الأجنبية اللي احنا نقدر نغزوها، زي مثلا الدول الأفريقية بنقول عليها تعتبر جرين فيلد أو أرض خصبة نقدر من خلالها نعمل استثمارات كبيرة جدا مصرية تساعد الاستثمار والاقتصاد المصري.